في تاريخ السينما المصرية والعربية مجموعة من الأفلام اللي اتمنعت لأسباب دينية، وفي كمان أفلام اتمنعت لأسباب سياسية، وأفلام تالتة اتمنعت علشان أسباب جنسية، وده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة. من أهم الأفلام اللي اتمنعت عشان الإيحاءات والمشاهد الساخنة كان فيلم أبي فوق الشجرة. الفيلم تم إنتاجه سنة 69 وهو من بطولة عبد الحليم حافظ ونادية لطفي. الفيلم فعلا اتعرض في السينمات لمدة 53 أسبوع وحقق إيرادات كبيرة جدا وقتها، ومع ذلك الرقابة صنفته للكبار فقط ومنعت عرضه على التلفزيون بسبب المشاهد الساخنة. حمام الملاطيلي تم إنتاجه سنة 1973 وهو بطولة محمد العربي وشمس البارودي، وزي ما تقال تم منع عرض الفيلم بسبب المشاهد الجنسية الواضحة، ده بخلاف أن الفيلم كان بيتعرض لحياة المثليين. وبعد ما تم حذف عدد من المشاهد اللي اعترضت عليها الرقابة تم عرض الفيلم في السينمات في التسعينات، لكن رغم كده فضل لحد النهاردة ممنوع من العرض في التلفزيون. ذئاب لا تأكل اللحم بطولة ناهد الشريف وعزة العليلي. الفيلم تم إنتاجه سنة 1973 وتم تصويره بالكامل في الكويت، وطبعا كان سبب المنع ظهور ناهد الشريف في واحد من مشاهد الفيلم عريانة تماما. ضرب الهوى إنتاج 1983 بطولة يسرى وحسن عبدين وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز. الفيلم اتعرض فعلا في السينمات لمدة 6 أسابيع، لكن بعدها صدر قرار وزاري بسحبه من دور العرض لأنه بيتعرض لسوء الدعارة. المذنبون بيعتبر واحد من أشهر الأفلام المصرية اللي اتمنعت من العرض. الفيلم إنتاج سنة 1975 وهو بطولة سهير رمزي وكمال الشناوي وحسين فهمي، وزي ما تقال تم منع عرض الفيلم بسبب احتوائه على مشاهد جنسية صريحة. العقرب من إنتاج 1990 وهو بطولة شريهان وكمال الشناوي، وتم منع الفيلم من العرض بسبب احتوائه على مشاهد جريئة. المجنون الحياة اللي تم إنتاجه سنة 2000 ولعبت بطولته إلهام شاهين وكريم عبد العزيز ومحمود أبيل، وتم منع عرض الفيلم بسبب الإيحاءات الجنسية ولأنه كمان كانوا بيسيء للآداب العامة.